عاش عاش منتخب الرجالة، عاش سهرونا بس فرحونا، عاش عاش لكل روح وحماس شفناها في الملعب النهاردة، عاش ان بقى عندنا فريق ومنتخب بقى ينايم منتخبات افريقيا كلها مش من المغرب ده في اي وقت. مبروك المنتخب الاولمبي الحصول على البطوله الافريقيه تحت 23، مبروك الصعود لطوكيو 2020، وان شاء الله باذن الله يفرحونا اكتر واكتر، عوضته اللي احنا شفناه من المنتخب الاول. كلام كتير عن المنتخب وكلام كتير عن الفرحه اللي احنا شفناها النهارده، الف مبروك. بس خليني ارحب بالكابتن محمد فاروق الحكم الدولي وعضو لجنه الحكام الرئاسيه بمصر، وحاجات كتيره جدا 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 ومعلومات كتيره جدا هنقولها، بس خليه يقول انه مشرفني ومنورني. يا مساء الفل يا كابتن محمد ومنورني. مساء الجمال يا كابتن محمد، وسعيد اني موجود معاك في برنامج رائع بيحمل اسم جميل، كل روح رياضيه موجوده، فانا فعلا سعيد موجود معاك النهارده، وببارك للشعب المصري بدايه من رئيس الجمهوريه وزير الشباب اتحاد الكوره، شعب مصر العظيم اللي فرحونا النهارده، الواحد في قمه سعادته وفرحته، محتاجين نفرح. محتاجين نفرح فعلا. احنا في وقت الشباب. صح؟ صح. بص الحالة الغريبة اللي شفتها في المنتخب النهارده، انا هتكلم شوية عن المنتخب. في بعيدا عن خطة وبعيدا عن مدرب وبعيدا عن حاجات كتيرة جدا، في حاجة جوه اللعيبة دي كل شعب مصر حسها، احنا عايزين نعمل حاجة. في روح. في روح ما شفناهاش، يعني انا شفت في المنتخب الأول، مش عايز أتكلم عن المنتخب الأول، بس شفت المنتخب الأول، هل هنفوز؟ هل الفرق اللي قدامنا ضعيفة؟ يعني ما فيش الحماس، ما فيش الطاقه دي. اللي بشوفه من اللعيبه في المنتخب النهارده او في المباراه بتاعه النهارده او المباراه اللي قبل كده، في حاجه، في حاله عايزه تدرس جوه المنتخب ده. معايا في الكلام ده كابتن محمد؟ معاك طبعا بكل تاكيد. الروح دي من اول مباراه، لما يعني كانوا خسرانين وعوضوا وكسبوا 3-2، روح قتاليه عاليه جدا ما تخرجش من حد غير ما يكون بيحب بلده. مباراه غانا تاني مباراه. يكون بيحب بلده فعلا بجد. صح. لان رمضان صبحي عيط بعد الهدف الثاني النهارده، عيط ده عيط كمان مش بعد الهدف مباشره، ده يعني بداوا لعب كمان ما مسكش نفسه من العياط. ده كانت في ناس كتير عيطت في الاستاد قدام الشاشات من الفرحه، وزي ما قلت لك خلينا نقول ان حب البلد مش بالكلام، حب البلد بالافعال، هو ده اللي احنا عايزينه. مش كل واحد بيتكلم ويقول لك انا بحب بلدي، بتحب بلدك مش كلام، فعل وحقيقه. صح. ده اللي هم جسدوه النهارده. فعلا مصر بتفرح. مصر تفرح. يعني النهارده مصر بتفرح النهارده. مصر تفرح، والف مبروك المنتخب الاولمبي البطوله تحت 23، وان شاء الله باذن الله تشرفونا في طوكيو 2020. كنت سامع كلام الفتره اللي فاتت، كلام كتير، هناخد مين ثلاث لعيبه مش ثلاث لعيبه. انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده، من وجهه نظري الشخصيه انا بدري قوي بنتكلم. في 21 لاعب وفي 25 لاعب، في كتيبه لاعبين لازم ياخدوا حقهم ويفرحوا. نشكرهم الاول ونقول لهم اديتوا اللي عليكم، الف مبروك، وبعد كده نفكر مين، ان كان محمد صلاح او ان كان طارق حامد او ان كان محمد الشناوي او ان كان تريزيجيه، ايا كان من الاسماء اللي مطروحه على راسي من فوق، كلهم ليهم اهميه، ولكن اللعيبه دي تاخد حقها، اللعيبه دي لازم تكرم، اللعيبه دي لازم نشكرها، وبعد كده نفكر هنجيب مين. لسه بدري، الله اعلم مين هيكون موجود ومين مش هيكون موجود، الله اعلم مين هيكون سليم مين هيكون مصاب، الله اعلم مين اللي هيكون في الفورمه ومين مش هيكون في الفورمه. لسه بدري قوي 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 علشان اقول انا هختار مين من اللعيبه اللي هتكون موجوده مع الفريق ده في طوكيو 2020. خلينا اكمل تعريف بالكابتن محمد فاروق. بص يا كابتن، انا من التايتل في حاجات كتير قوي، يعني الحكم الدولي وعضو لجنه الحكام، ده بالنسبه للحكام. مدير عام رعايه شباب جامعه بني سويف، دي حته في الجامعه، ومدير عام اكاديميه الملك، ودي انا هتكلم عنها بشكل خاص شويه بقى. ايه، انت جيت في حته مهمه جدا، ان انا ازاي انشا لاعب من صغره يطلع اشوفه بطل زي الابطال اللي احنا شفناه. نتكلم الاول عن عضو لجنه الحكام الرئاسيه وكمان حضرتك مثلا حكم دولي، فناخدها كده حته صغيره في التحكيم، بالرغم ان معايا قاموس بس انا عارف مش هنعرف نخش في بعض التفاصيل فيها. كل حكم وليه لقب، اقول لك الدولي العالمي، اللقب للكابتن محمد فاروق كان ايه؟ يعني كنت سعيد بلقب هم اطلقوه عليا، الملك. الملك. طب استنى انا هرجع للورق. مدير عام اكاديميه الملك لكره القدم، ده دي ليها الاكاديميه اتسمت بنفس الاسم. بنفس الاسم. بعتز بيه كتير جدا، ويمكن الحكام هم اللي اطلقوا عليا هذا اللقب. الحكام اللي اطلقوا. الحكام. طب اشمعنى الملك؟ ولا هو لقب ما تعرفش يعني هي كانت ليها جزئين زي ما قالوا لي. اول جزء اللي انا يعني كنت يعني الحمد لله بحظى بحب كبير جدا من الحكام. تاني حاجة اسم الملك فاروق.
اسم الملك فاروق، محمد فاروق الملك فاروق. كده كده جبنا السر، تمام. طيب انت حكم دولي من سنه كام؟ 2005 2006. 2005 2006، 12 سنه. طيب هل شخصيه الحكم بتختلف من حكم محلي او حكم دولي، ولا هي الشخصيه ثابته، ولا هل لما بيبقى حكم دولي بيكتسب بعض الصفات وبعض الخبرات بتبقى مختلفه؟ لا، خلينا نقول هي الشخصيه هي موهبه من عند ربنا. الشخصيه موهبه. طب هي ايه شخصيه الحكم؟ هي مجموعه عوامل كتيره، منها الشجاعه. شجاعه. طبعا من ضمن الحاجات منها قوه القرار، قوه الشخصيه، كل ده كله عوامل مؤثره لشخصيه الحكم. لشخصيه الحكم طبعا. طيب التاهيل لحكم دولي ده بيتطلب صفات معينه؟ بيتطلب طبعا ان في معايير للترشيح للقائمة الدولية او للتحكيم الدولي، يكون على الاقل لا يقل عن 10 مباريات، سنه يتناسب مع السن اللي هم يعني لازم يكون لعب 10 مباريات. لا يقل عن 10 مباريات. طب مين اللي بيرشح؟ هل هو اللي بيسعى كده للترشيح، ولا لجنة الحكام؟ لجنة الحكام بالاتحاد المصري هي اللي بترشح بناء على المستوى والمعايير اللي هم حاطينها. طيب معانا بس اتصال كابتن طارق. طبعا كابتن طارق السعيد، لاعب نادي الزمالك ولاعب نادي الاهلي واللاعب الدولي طبعا، وحاليا بيكلمنا من دبي. يا مساء الفل يا كابتن طارق. الو كابتن طارق. طب نحاول نتصل تاني، الاتصال اتقطع. التأهيل ده بيكون شخصي، يعني انا اللي بسعى لكده، ولا لجنه الحكام اللي موجوده الخاصه بيا اللي بتقول الكابتن فلان والكابتن فلان والكابتن فلان مؤهلين ان يبقوا دوليين الفتره دي؟ مرشحين مش أو دوليين. مرشحين. لا، هي لجنه الحكام بتبقى هي المنوطه بهذا، بترشح وبناء على الترشيح بيبقى في معايير، اللي بيتناسى هذه المعايير او بيحصل على اعلى الدرجات في كل المعايير اللي هم حاطينها بيبقى ليه نصيب ان هو يدخل القائمه الدوليه. طب ليها سن عشان اكون حكم دولي؟ لا، مفيش سن معين، بس كل ما يكون السن صغير بيبقى فرصه اكبر ان هو يبقى يلعب بطولات كتيره ويقدر يمثل بلده اكبر. طب السن المناسب ان يبقى حكم دولي يعني لازم يكون اقل من 30 سنه؟ طبعا اقل من 30 طبعا. طيب في سن للعب الدولي او الحكم الدولي؟ لا، يعني سقف سن؟ لا لا لا، هو كان 45 وبعدين فتحوا السن، طول ما انت بتجتاز الاختبارات الطبيه والبدنيه بتكمل مفتوح. طيب نخش بقى على شويه حاجات كده، ايه في التحكيم، خفيفه كده بس طريفه يعني. اصعب قرار بقى خدته في داخل الملعب؟ لا، هي في قرارات كتير طبعا، بتبقى في قرارات كتير، لكن من القرارات الصعبه دايما بتبقى كارت احمر لما بيطلع للاعيب او نجم كبير سواء في الفرقه الكبيره، ده بتبقى قرار صعب وخصوصا للجماهير. صعب في تنفيذه ولا صعب؟ لا، صعب على محبين او متابعين الفرقه. لكن صعب للجماهير. لكن بالنسبه لي انا ما عنديش صعوبه، صغير زي كبير ما كانش عندي اي مشكله خالص. ما فيش اي مشكله. لا لا. طيب لا. في قرار ندمت عليه؟ لا، عمري ما ندمت على قرار، صدقني. مش معنى كده اللي انا بقول لك انا ما عنديش اخطاء، اكيد اي حد عنده اخطاء، بس انا دايما مؤمن اللي بشوفه بحسبه. فاللي انا بشوفه بحسبه، ممكن اروح البيت اتفرج على التلفزيون الاقي مثلا اللي انا حسبته غير اللي موجود. ما بندمش اللي انا شفته حسبته، ما شفتش اللي في التلفزيون. طيب اخد الكابتن طارق. كابتن طارق مساء الفل. مساء الفل عليك، مبروك الاول لمصر ومبروك المنتخب الاولمبي ومبروك تاهلنا لطوكيو 2020. ربنا يخليك يا محمد، مبروك لينا كلنا ومبروك لمصر. تحياتي الاول طبعا للكابتن الدولي الكابتن محمد فاروق. حبيبك كابتن طارق. يعني من الحكام اللي كان عندهم امانه. ربنا يخليك كابتن. الامانه نموذج كبير. ادار لك مباريات يا كابتن طارق؟ ما خدتش انذار، ما خدتش كارت، ما خدتش اي حاجه. لعيب مؤدب جدا ومحترم جدا. يعني انا ما كنتش بلحق اعمل انذارات، انا بلبس انذارات بس. ايه؟ انا لابس انذار. لكن تلبس انذار. كان لعيب كبير طبعا، لعيبه كبيره. صريح يا كابتن طارق. انا عايز منك كلمه لمنتخب الشباب، كلمه للمنتخب الاول، كلمه للعيبه اللي احنا شفناه النهارده رجاله برضو، ونصيحه ليهم، نصيحه لرمضان صبحي، نصيحه لمصطفى محمد، نصيحه للعيبه اللي ظهرت بمستوى عالي جدا. وممكن اسالك سؤال برضو يا كابتن طارق كده، ايه هو يعني في غفله كده لو رشحت ثلاث لعيبه، هي لسه بدري ولسه بقول لسه بدري بدري بدري، بس برضو لو الكابتن طارق في ايده وقرار يرشح ثلاث لعيبه، هيرشح الثلاث لعيبه اللي يكونوا في طوكيو 2020 مين؟ خلينا بس الاول نبارك لمنتخبنا، نبارك لمنتخب مصر الاولمبي اللي هو شرفنا بجد. والنهارده نسانا اللي حصل في كاس الامم الافريقيه اللي فات الاول، نسانا النتائج السلبيه اللي حصلت مع الفريق
المنتخب الاول في الفتره الاخيره. فعلا بدانا نطمن ان احنا عندنا جيل جديد هيمثل الكره المصريه، جيل مستقبل. فكرنا خلي بالك الجيل دوت جيل احمد فتحي وحسني عبد الله وعمرو جابر وعماد متعب، كل الجيل دوت هو اللي خد 2006 و2009 و2010. صح. لو الجيل دوت كان يعني كان الجيل جديد واشتغلوا عليه بشكل كويس، يبقى كل المسابقات القادمه في الدورات الافريقيه اعتقد مصر هتكون منافس قوي جدا. الحاجه الاهم النهارده الجماهير المحترمه اللي حضرت خد القرار لما بيتركوا النهارده في الصوره تحت 23 سنه، اللعيبه لسه صغيره لسه مش معروف، كده القرار يبقى موجود ده انجاز كبير جدا. في وعي جماهيري، في احترام من الجماهير المصريه، الجماهير المصريه متعطشه انها تفرح، دي حاجه مهمه جدا. الحمد لله كانوا قادرين داخليا الولاد يفرحونا النهارده. عجبت فن طبعا كابتن شوقي جميل، كابتن حسين الجمال، دكتور علي عبد العزيز، كابتن محمد شوقي، كابتن والرياض، عايزين تحدي طبعا يعني. لا كلهم قاموا باللي عليهم جدا 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 وكانوا رجاله يا كابتن طارق. بامانه يعني حاجه تفرح، حاجه انا حاجه فخورين جدا بيوم النهارده. نؤدي المسؤوليه زي ما قلت. الاهم والاحسن النهارده ان احنا بقى عندنا عناصر نقدر نقول انها هيبقى ليهم تقل في الفريق الاول ان شاء الله. طبعا طبعا. والاحلى كمان انت بتكسب منافسين اقوياء يعني. النهارده كوت ديفوار كانت قويه جدا، بس بالطاقه والحماس والاصرار اللي عند اللعيبه كسبوا بيها. بتلعب 120 دقيقه تحت ضغط، وبتلعب كل ثلاث ايام مباراه. العامل البدني كان قوي جدا. العمل البدني كان صعب النهارده، واصعب ما في المباراه النهارده كابتن طارق ان انا بتعادل في الدقيقه 89. يعني صعبت طبعا المباراه علينا، خد بالك ادي فريق ثاني ممكن يحبط نفسيا، صح، ما عندهمش خبرات، الدنيا كلها مش مظبطه، لان خلي بالك الجمهور واحنا مفتقدين ان احنا صح مفتقدين ده جدا، ونتمنى عوده الجماهير في اسرع وقت. طيب النصيحه اللي المحترمه اللي بتشوفها من الجماهير دي بعد السنوات الطوال، يعني اتفضل النماذج المحترمه، اتمنى تبيعهم بالشكل اللي يليق بجماهير الكره المصريه. صح، وده هو ده الجمهور المصري الحقيقه يا كابتن طارق. طيب انا عايز نصيحه بقى للنجوم، رمضان صبحي، مصطفى محمد، النجوم اللي ظهرت بمستوى عالي جدا في البطوله. يعني اول نصيحه اليوم او اول حاجه لازم نقولها لهم احنا بنشكركم على المجهود. طبعا. اديتوا اللي عليكم وعملتوا مجهود رائع واكثر من رائع، المستوى بتاعكم بيعلى. فنيا بتعلو، لكن كل ما تكسب وكل ما ربنا يديك الوضع افضل، وانت لسه في بدايه حياتك، لسه ما بداتش، بتبدا تاريخك الكروي زي ما بيقولوا من تحت لفوق. اتمنى التواصل اللي هم يمشوا فيه والروح الجميله، يعني شفنا كذا فيديو لرمضان صبحي قائد لهذا الفريق، يعني بجد حاجه تفرح يعني. لما تشوف رمضان بيحس اللعيبه على المكسب واللعيبه كلها بتفعل واللعيبه كلها بتحترمه، في حاجه يعني تكتسب لهذا الفريق، تكتسب ايضا للجهاز الفني، ان في روح ما بينهم وبين بعض، الكل خايف على المكسب، مين بيلعب مين ما بيلعبش مش فارقه. انا واحنا قاعدين بتفرج على المباراه، حتى لما تعادلنا قلت ما فيش مشكله احنا هنكسب، اللعيبه اللي بره بتدعي، الجماهير بتدعي، انا ما كنتش قلقان، في روح كده، في حاجات بتديك الطمانينه للفريق. فكل اللي بتمناه منهم التواضع ويكمل على هذا المهل، لان لو كملوا هيبقى ليهم اثناء الكره الافريقيه والعربيه وممكن في الكره الاوروبيه ان شاء الله باذن الله يحترفوا. اتمنى ان يبقوا في اوروبا في اسرع وقت يا كابتن طارق. طيب معاك كابتن محمد فاروق، عايز اسالك سؤال. هساله يا كابتن محمد، هقول امتى ان شاء الله نشوف الكابتن طارق موجود في جهاز المنتخب الاول؟ يا رب دعواتك يا كابتن ان شاء الله. تستاهل كل خير يا كابتن، مصر تدار ازاي يعني. لا تستاهل كل خير فعلا يعني، قدها وتستاهلها يا كابتن طارق والله فعلا. حبيبي ربنا يخليك، مدرب مستوى عالي، الواحد بيشتغل وبيجتهد واللي فيه الخير ربنا يتم ان شاء الله باذن الله. طيب اخر سؤال بس، الثلاث اسماء. الثلاث اسماء فيهم واحد مش هنختلف عليه، يعني محمد صلاح. تمام. محمد صلاح وجهه نظر محمد صلاح رقم واحد. تمام. اثنين طارق حامد، والثالث محمد الشناوي حارس المرمى. يبقى محمد الشناوي طارق، يبقى حارس مرمى وخط وسط وصلاح. بس كده يعني انت خدت العمود الفقري لهذا الفريق يعني. تمام.
وتقريبا بنسبة 90% الثلاث أسماء دول اللي كانوا مطلوبين جماهيريا وفنيا. يعني ممكن بس نختلف على واحد يجي مكانه مثلا حجاز بس الأفضل يعني. يعني لو شلنا الشناوي او شلنا طارق لا حامد مش الشناوي، الشناوي لازم يعني مع لازم احترامي الشناوي الشناوي. لازم يكون متواجد، مش تقليل، مش تقليل خالص في حارس المرمى، لا عشان عنده خبرات هو عنده افضل حارس مرمى موجود في مصر حاليا. وهو حاليا من افضل الحراس الموجودة في مصر يعني. يبقى يا الشناوي، يبقى الشناوي وصلاح، يا اما اختار ما بين طارق حامد وما بين حجازي. كمان اعتقد ان الاثنين دول هم يعني الاربعه دول هم الاقرب ان هم يلعبوا مع هذا الجيل المحترم. طيب مش عايز تقول اي حاجه تاني يا كابتن طارق، او تقول اي حاجه لكابتن محمد فاروق؟ كابتن محمد فاروق سعيد ان انا سمعت صوتك طبعا يا كابتن، واتمنى لك كل ربنا التوفيق ان يخليك شاء يا الله كابتن. في الفتره القادمه، ويا رب نشوفك بقى في لجنه الحكام كده تظبط لنا الدنيا وترجع الدنيا كويسه تاني لحكامنا المحترمين. ان شاء الله كابتن. والحاجه الاهم طبعا لازم نبارك في منتخبنا ونبارك في جمهورنا ونبارك في شعب مصر كله على المكسب والانجاز المحترم اللي حصل ده، انجاز حقيقي لعمل النهارده. اتمنى الاستمراريه واتمنى التوفيق دايما ان شاء الله. طيب انت قلت لي حاجه، انا بلبس انذارات بقى، بس هو ده انا هنكش السؤال ده شويه. يعني لبست الكابتن محمد فاروق في ايه؟ أني سؤال فيهم بالظبط؟ ايه أني واحد فيهم بالظبط؟ يعني لبسته انذار، لبسته فاول، لبسته قبل حاجه قبل كده كابتن محمد فاروق؟ انت عارف بص يعني حكم كبير وعندي خبرات كبيره، دايما بلاش عشان الجاي هديك انذارين. حبيبي يا كابتن طارق، انا بهدي النفوس بس. حبيبي متشكر جدا وتسلم، والف الف مبروك المنتخب، وتحياتي ليك، وترجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. بيكلمنا من الامارات، وتحياتي ليك، وان شاء الله تكون في متواجد في اقرب وقت في منتخب مصر. حبيبي عاش يا كابتن، عاش يا كابتن، عاش يا كابتن. من الشخصيات الجميله جدا كابتن طارق، محترم ومحترم جدا ومدرب كبير على فكره يا كابتن، عارف مدرب عالي جدا، وبس لسه قرب ان شاء الله، ربنا يكرمه ان شاء الله. طيب نرجع، بقول لك انا بلبس فولات وانذارات بس. طب في، طب بمناسبه الموضوع ده، مفيش في مره حسيت كده ان انت يعني خدت يعني حد مثل عليك في انذار يعني؟ انذار، فاول، ضربة جزاء؟ لا ممكن اكيد طبعا، اكيد بتمر بمراحل برضو يعني، مش خلينا نتكلم بكل صراحه، ممكن تحصل معاك برضو بعض الماتشات. طب بتاثر احيانا معاك بقى في لو اللاعب ده جه في مباراه تانية بعد كده، بتكون مركز معاه بقى في حركاته في الحاجات دي؟ مع الخبرات والماتشات ببدا اصنفهم بقى خلاص بعد كده يعني، كل ما بيكون عندي خبرات كبيره بتقدر تعرف في كل فرقه فاسه مين يقدر يعمل، مين عنده الحته دي، فبتحاول ان انت تركز معاه اكتر اكتر. طيب خلينا نخش في برضه في الاسئله انت بتقول لي، قلت لك قرار وترددت، قرار وندمت عليه؟ قلت ما فيش، لا لا عمرك لا ما ندمت خالص عليه. نهائي. طب قرار وترددت فيه قبل ما تصفر، او قبل ما تدي القرار ده؟ ما بعرفش اتردد، انا بحسب يطلع صح دي مش يطلع غلط شخصيه. بشوفه. الحمد لله رب العالمين. طيب اكيد بقى في احيانا بتبقى نازل الملعب بتشوف لاعب معين بتقول ربنا يستر المباراه دي. لا مش ربنا يستر يعني، في بعض اللعيبه يعني بتحاول تركز معاهم، لان هم يعني مثلا على سبيل المثال يمكن انا هذكر من اللعيبه المحترمه جدا احمد عيد عبد الملك، لعيب كبير جدا ولعيب عالي جدا. انت جيت في حته، احمد كابتن احمد عيد من اطيب جدا الشخصيات جدا، ومن اخف دم ممكن تتعامل معاه بره الملعب. بس بقول لك في الملعب بيتعصب يعني، بتبقى في مشاحنات ما بينه وما بين الحكم، مشاحنات ما بينه وما بين اللعيبه، بس ده ممكن يكون اسلوب يعني نرفزه ملعب. هو لعيب كبير، و فدايما انا كنت انا من اللعيبه اللي بعمل لهم حساب كبير جدا في الملعب، وببقى مركز معاه جدا، وهو دمه خفيف يعني، حتى هو حتى لما بيتنرفز جداً. دمه خفيف. على فكره شيكابالا نفس الموضوع برضه، نفس الطريقه برضه، نفس شيكابالا نفس الكاريزما ونفس الشكل ونفس كل حاجه ونفس الهيئه في الملعب. بس يعتبر احمد عصبي شويه في أكتر. الملعب ومتهيألي اكتر واحد اتطرد في اللعيبه المصريه، هو خد مني انذار اكتر كتير. طيب كل حكم بيبقى ليه صفه،
يعني بقول لك في واحد صفرته سريعه، في واحد بيتابع مع اللاين مان كويس، في واحد بيبقى قريب من الكوره. الصفه اللي في الكابتن محمد فاروق كانت ايه؟ يعني انت بتخليني ما بحبش اتكلم عن نفسي، ممكن الناس تتكلم، بس انا يمكن الحمد لله الحاجه اللي كنت بحبها في نفسي او هم كانت الناس بتشوفها فيا، اللي كانت لياقتي البدنيه عاليه في الماتشات. اللياقه البدنيه كنت بتمرن كويس جدا، وكانت اللياقه عندي، اللي انا كنت لعيب كوره اصلا كمان. ف كنت لعيب كوره؟ كنت لعيب كوره ومثلت مصر منتخب عسكري ومنتخب كوره خماسيه، ف وبتمرن كويس، فكانت دي صفه الحمد لله كنت بتمتع بيها يعني. طيب خلينا برضو في كنت احيانا بتختار المساعدين معاك؟ لا، كنت ممكن في بعض الماتشات اكون ليا وجهه نظر، لكن كان الاختيار دايما والبتاع من سلطات لجنه الحكام الرئاسيه، سواء هنا او لو ماتشات من الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي كان هم اللي بيحطوا المساعدين. طيب مين المساعد اللي انت اول ما بتشوفه كده بتقول يا سلام المباراه النهارده هتبقى جميله وفي الدنيا سهله قوي؟ لا، هو في كتير طبعا، على راسهم عميد الحكام ايمن دجيش من الناس طبعا، شريف صلاح، تامر دري، احمد حسام طه، في مساعدين كتير جدا انا كنت لما اشوفهم كنت بستريح نفسيا يعني. طيب في حكم من وجهه نظرك انت شايفه انه اتظلم ان ما بقاش حكم دولي؟ في واحد زمان والله يا كابتن لما ارجع بالذاكره، كابتن محمد فتحي اسكندريه. طبعا اسكندرية كان حكم كبير، ويمكن حكم مباراه الاهلي وزمالك، هو حكم درجه اولى مش دولي. درجه اولى؟ كان حكم كبير ده جدا. اتظلم ان ما بقاش دولي؟ طبعا يعني. طب ما بقاش دولي ليه؟ غالبا متهيألي السن، انا ما عصرتوش بس انا كنت بتفرج عليه وانا صغير، السن متهيألي كان فارق معاه كتير، او ظروف خارج عن ارادته ما تمش ترشيحه يعني. طيب اصعب مباراه بقى؟ في ماتشات كتير صعبه يعني، انا في الدوري المصري انا حكمت كل الماتشات الصعبه يعني. انا مره اتسالت، ما انت حكمت 3 كاس؟ 3 سوبر، 3 كاس، 3 سوبر، 3 سوبر ورا بعض، و2 كاس، وتقريبا انت اعتزلت بعد مباراه كاس الزمالك وسموحه السنه اللي فاتت، صح كده؟ طب اصعب مباراه من وجهه نظرك اللي هي الحمد لله عدت على خير؟ الاهلي والزمالك طبعا. الاهلي والزمالك؟ الاهلي والزمالك. حكمت كم مباراه الاهلي والزمالك؟ لا، هي مباراه واحده، ما فيش حد بيحكم اكتر من مباراه. ده كويس ان عدت من الاجانب. ماتش صعب جدا، بس عايز اقول لك مجرد ما نزلت في الملعب وخدت اول قرار حسيت ان انا مسيطر على المباراه، ان انا قد المباراه، والمباراه عدت بشكل طبيعي جدا والحمد لله نجحت، ونجح مع التحكيم المصري في هذه الفتره. طيب دي اسهل مباراه بقى؟ والله مره يعني انا عمري ما حكيت ماتشات سهله يعني، حتى مره زمان كنت بكلم الكابتن جمال بقول له نفسي اطلع ماتش سهل كده والواحد يحس ان هو رايح ماتش سهل، قال لي ما ينفعش، لازم تطلع عمرك ما تاخد ماتش سهل. فكان دايما الماتشات يعني ممكن يبقى ماتش صعب لكن يتسهل في الملعب، يتسهل يعني في الملعب. يعني مثلا ممكن تبقى رايح ماتش كل الناس بتتكلم عليه ومباراه قويه جدا وبتاع، والماتش يبدا سهل، ان الفرقه تبقى فايقه على فرقه، فتلاقي مثلا السكور يفرق 2-3-4، فتلاقي الدنيا سهله. انا ممكن اسال سؤال؟ احيانا بتبقى قرارات الحكم، انا ما بتكلمش عن الكابتن محمد فاروق او ما بتكلمش عن لجنه الحكام، بس احيانا ممكن حكم يخلي المباراه تفلت منه بعض القرارات؟ لا، هو هيخلي تفلت منه، هو اللي هيخلي الماتش يفلت منه ليه؟ هيدور هو لا، ما اقصدش يعني ياخد قرار سريع، اكيد عدم توفيقه ممكن في عدم بعض القرارات يخلي المباراه تبقى تاخد شكل تاني خالص. طيب مباراه كان نفسك تحكمها؟ لا، كان نفسي احكم في كاس العالم يعني، الحاجه الوحيده اللي ما عملتهاش كان نفسي ان انا اروح كاس العالم، لكن للاسف الشديد حققت طموحات كتير جدا في التحكيم، لكن كاس العالم ده ما كانش ليه نصيب، وبحمد ربنا الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله، واكيد هتتعوض في اي حاجه يعني. البطوله اللي كان نفسك تحكم فيها كاس عالم. طيب كفايه كده كلام عن الحكام ولا؟ كفايه. طيب جامعه بني سويف، انت مدير عام رعايه شباب بجامعه بني سويف. هي اولا يعني ايه رعايه شباب؟ رعايه شباب هي اساس يعني، مش عايز اقول لك هي اساس الجامعه، رعايه الشباب اللي هي انت مختصه بالشباب في جميع الانشطه الرياضيه، الثقافيه، الفنيه، الاجتماعيه، الاسر، الرحلات، كل الحاجات دي كلها اللي هو النشاط الشبابي او النشاط الطلابي، الطلابي اللي داخل الجامعه، اللي داخل الجامعه. طب انت مختص بالحته الرياضيه ولا لا؟ لا، انا مدير عام رعايه شباب الانشطه كلها. طيب ايه الدور اللي بتعمله الاداره بالنسبه للشباب الجامعه؟ يعني ايه الدور اللي بتعمله؟ هل بتاهلهم؟ هل بتديهم كورسات؟ بتديهم دورات؟ هل بتكتشف المواهب اللي موجوده؟ دورها بالظبط ايه؟ خلينا نقول بس على هرم هذه الاداره طبعا الاستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعه. طب بما ان ماشي اكمل عشان هو منزل تهنئه للمنتخب. ده اول واحد نزل تهنئه ودايما هو في هتقول التهنئه بتاعت الدكتور منصور يا شباب.
ماشي اتفضل. يعني هو دايما سباق في جميع المناسبات القوميه، تلاقيه دايما سباق في تهنئه مصر في اي حاجه، حتى لو مش رياضيه، اي انتصار لمصر في اي مجال بتلاقيه سباق لحاجه زي كده، من الناس اللي هي بتحب بلدها، وطني، حد كويس يعني بصراحه يعني. وده من ضمن الاسباب اللي رعايه شباب بدايه من رئيس الجامعه، نائب رئيس الجامعه، للاداره نفسها، العاملين في اداره رعايه شباب كلهم باسمه، كل دول منظومه مكتمله. في الاخر بتلاقي بني سويف وجامعه بني سويف دايما يعني في جميع البطولات او جميع اللقاءات الخارجيه والداخليه بتلاقيهم دايما مصنفين، بياخدوا ميداليات، بياخدوا مراكز، فحاجه بتشرف يعني. هي موجوده. يتقدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف بالتهنئه للمنتخب المنتخب الاولمبي لكره القدم وجهازه الفني والشعب المصري بمناسبه فوزه ببطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه وتتويج بكاس البطوله عن جدار. تحياتي ليك، تحيه للمنتخب، وتحياتي ليك يا دكتور منصور، ومساء الفل عليك. طيب لو بس انت متحيز لجامعه بني سويف؟ طبعا جامعتي بحبها طبعا. متحيز طبعا. انت خريج جامعه بني سويف؟ لا، انا خريج جامعه حلوان. جامعه حلوان. طيب لو في موهبه عندي في الجامعه، شايفها مثلا ده بيلعب مثلا في لعبه فرديه كويسه او لعبه جماعيه كويسه، هل انا ببدا اوجهه او اخلي عين كشافه تبص عليه، ولا ابدا اوجهه يروح نادي معين يلعب فيه او لمدرب معين يتبنى الموهبه دي؟ خلينا بس الاول نقول الانشطه عامه. نقول الانشطه مش قاصره على ان ده لازم يروح بطوله او ده لازم يكون، لا، الاول بنقول احنا مقسمينها لجزئين. الجزء الاول طبعا من منطلق الرياضه للجميع او الرياضه لجميع الطلاب والطالبات، بنعمل انشطه داخليه لجميع الطلاب، مش شرط ان هو يكون متميز ولا متفوق، المهم هو يمارس نشاط داخل الجامعه. بختار من ضمن الانشطه الداخليه العناصر الموهوبه اللي تقدر تمثلني في اللقاءات الخارجيه اللي بتمثل جامعه بني سويف. بتلاقي من ضمن المنتخبات سواء رياضي او فني او ثقافي بعض المواهب، انا بجيب المواهب دي كلها وبعمل لهم مراكز تدريب. تمام. سواء العاب رياضيه، فنيه، كل اي حاجه، مراكز التدريب دي بتنمي وتصقل جميع هذه المواهب اللي في الاخر اللي انت تقدر تخلي عندك نجم في 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 لعبه، نجم في نشاط معين تقدر تستفيد منه. حتى لان انا مش بدور على الاستفاده داخل الجامعه، انا بدور حتى ما بعد الجامعه. ما بعد الجامعه. طب في بعض الطلبه بتكمل معاك بعد الجامعه، بتكون متأهل ايا كان، ولا انت خلاص هو دورك في الجامعه خلص؟ لا، دوري بينتهي بعد كده. هو بيبقى عنده اللي انا اثقلته في المجال بتاعه، يقدر اثناء الجامعه وبعد الجامعه ينضم لنادي، يقدر ينمي موهبته في الشعر، في الغنى، في التمثيل، في الحاجات دي كلها. لان انا مش بدور عليه برضه داخل الجامعه بس، انا عاوز في الاخر بعد كل ده يقدر يطلع مفيد لبلده. صح. اللي انا في الاخر انا عندي نظره طبعا لازم يكون في نظره مستقبليه. طب ما فيش حد كده فت، ان كان في نشاط فني او اجتماعي او رياضي، ما فيش حد فت كده قلت ده بس هيبقى ليه دور وحاجه كبيره جدا في يعني في النشاط بتاعه؟ انا عندي والله لو قلت لك اللي انا عندي في جميع الانشطه، اتوقع اللي بعد يعني دول مع 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 تم مع 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 بالاهتمام بيهم داخل الجامعه، الدعم والدعم ليهم ده هتتفرج عليهم يعني. حتى يعني بص، بدايه في القران الكريم عندي ناس بسم الله ما شاء الله، ولاد وبنات حافظه القران الكريم كله، في التمثيل، في الكورال، في الموسيقى، في الشعر، في الزجل، في النشاط الرياضي، في كل في الالعاب الفرديه. عندي بنات في الكونغ فو والكاراتيه والبتاع على مستوى عالي جدا ما شاء الله. عندي الجواله بتاخد مركز اول على مستوى جامعه مصر، قاعدين لها 5 6 سنين ورا بعض، 5 سنين بتاخد مركز اول فعندي كل ده ماشي في نمط اللي انا في الاول وفي الاخر طبعا. الهدف المستقبلي ليا اللي انا اقدر اخدم بلدي من خلال الانشطه طبعا، بالشباب طبعا. طيب. اللي هم هاخد من كلامك حاجه، انت بتقولي العاب فرديه والعاب جماعيه، النشاط الاكبر اللي انت بتشوفه داخل الجامعه النشاطات فرديه يعني اللي بيطلع منها مواهب بجد، النشاطات الفرديه ولا النشاطات الجماعيه؟ لا، الفرديه. الفرديه أكبر. الفرديه انت بتلاقي مثلا يعني انا لسه شايف مجموعه بنات بسم الله ما شاء الله في الكونغ فو والكاراتيه ما لعبوش قبل كده، والمدرب اثقلهم، الكابتن عماد جابهم وشافهم، هيطلع منهم ابطال ما شاء الله. طب انا هختم بس دور الجامعه في حاجتين، دور الاداره بتاعت الجامعه او رئاسه الجامعه او رئيس الجامعه ايه بالنسبه للاداره دي، وفي نفس الوقت اللي محتاجاه الاداره دي ايه من دعم او اي شيء محتاجاه، بحيث ان انت فعلا هتقول انا قدمت اللي عليا ب 100% وتفضلوا دي الموهبه 1 و2 و3 و4. لا، هو دور رئيس الجامعه او الاداره العليا طبعا ان هي بتسهل كل الامور،
الطالب بيحس انه مجرد ما بياخد مركز انه بيكرم من رئيس الجامعه، من مجلس الجامعه، ماديا ومعنويا. فدي بتعمل شيء من الحماس عند الطلاب، ان هو بيلاقي نفسه حتى اعلاميا. انا بحاول اسوق ده اعلاميا، ان اقدر اقول عن عندي طلاب، عندي ابطال في المجال ده. ده بيفرق كتير جدا. الحته بقى اللي انا بقول عليها بقى، اللي انا ناقص، مش ناقصان انا، ناقص الاداره دي، ناقصه جامعات مصر كلها. جامعات مصر انت هنا مش متحيز لا 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 لا، هقول لك ايه، ان الاعلام يطل طله قويه جدا على الجامعات في الانشطه. طب استنى بقى، مهمه جدا دي. طيب نطل ازاي يعني؟ قول لي اعمل ايه. انا اهو هتبنى الموضوع. هقول لحضرتك، قول لي اعمل ايه، ومن الصبح هتلاقيني ماشي في الموضوع ده. هقول لك بس مثال صغير جدا، يعني انت بتلاقي حتى دوري الجامعات. دوري الجامعات، دوري الجامعات لابد ان في دوري الجامعات يبقى فيه اهتمام اكتر من كده، يبقى فيه قنوات بتروح وتسجل وتذيع. يعني ايه المشكله لما يذاع ماتش واتنين في دوري الجامعات؟ انا عندي استعداد اذيع. يعني عندي استعداد يعني اروح اصور وذيع. لازم الاعلام ينزل ويشوف المواهب، في مواهب مدفونه داخل الجامعات المصريه. صدقني انا بعمل كل ده، لكن هيفرق كتير جدا لما يجي الاعلام يسلط الضوء. طب ما تيجي نعمل بروتوكول انا وانت دلوقتي على الهواء. تمام، هصور دوري الجامعه بتاع بني سويف. لا ده انا بتكلم دوري الجامعات. دوري الجامعات هاخد بني سويف. ما انا ادي جامعه معايا. تمام، انا بعمل لك دعوه تيجي عندنا الجامعه وتشوف كل الانشطه ونسلط الضوء من الاعلام. بيفرق كتير جدا عن الطلبه. انا موافق. بعد الحلقه نشوف اللي يتم ايه، والكاميرا تكون موجوده تصور جميع الانشطه وهذيع في بكل روح رياضيه. تمام، ادي بروتوكول على الهواء بدايه. تمام، ودي حاجه تشرفنا، واتمنى ان يسلك جميع الاعلاميين المحترمين زي حضرتك برضو، في كل واحد يقدر يسلط الضوء على الانشطه الجامعيه اكتر من كده. طيب هو في، لكن احنا عايزين اكتر. انا بحبش اتكلم عن البرنامج. هو البرنامج اسمه بكل روح رياضيه. انا البرنامج ده مش متعصب ولا متحيز ولا الكلام ده كله. انا عامل البرنامج ده خدمي. حتى فكره عاش اللي اتعملت او مبادره عاش اللي عملتها، انا عايز مصر كلها تلعب رياضه. البرنامج ده انا بعوز اللي من كلمه، انا البرنامج ده انا عامله خدمي للرياضه. اللي عايز يلعب رياضه يلعب، اللي عنده حاجه في الرياضه او فكره يتفضل الرياضه يقولها. للجميع. الرياضه للجميع. تمام، وده اللي انا هقدر، ده اللي انا اقدر اعمله. اكتر من كده الله اعلم هقدر مش هقدر، بس مبادره زي اللي حضرتك ممكن نتفق عليها دي، انا موافق. كاميرا تكون متخصصه في جامعه بني سويف، اروح اصور ان كانت مباريات او بطولات او 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 نشاطات الجامعه، اصورها واعرضها. تمام، وده شرف لينا ان شاء الله تكون موجود معانا. ده يشرفني جدا يا كابتن محمد. طيب خش بقى على ايه، على حاجه يعني هي جت في ملعبي. انا بقول لك البرنامج ده خدمي اكتر ما هو اعلامي. اكاديميه الملك، انا ناديت هنا كذا مره، اللي يعني ازاي اعمل طفل رياضي، ازاي انشئ بطل، ازاي اطلع لاعب كوره، ازاي اطلع لاعب كمال اجسام، ازاي اطلع لاعب سكواش في جميع الرياضات، ازاي اخد طفل من صغره اطلعه بطل رياضي. بطل في اي رياضه مش مشكله، مش هتفرق. فجينا دلوقتي بنتكلم على اكاديميه الملك. هتقول الصوره يا شباب بتاعت اكاديميه الملك. أكاديمية الملك، أنا اكتشفت إن كابتن محمد فاروق مشرف عام أو مدير عام على أكاديمية الملك لكرة القدم. بتبقى ممتازة جدا لما بيكون المدير العام أو المشرف العام على كيان رياضي أصلا، فبالتالي بيزرع فيه الفكر والرياضة بتاعته. فخلينا نتكلم عن إيه هي بقى أكاديمية الملك دي، ودورها إيه، ونشاطها إيه، وأهدافها. أولا طبعا خلينا بس، وقبل ما خليك تجاوب، علشان برضو يا شباب المتابعين لينا الرقم التليفون والعنوان ينزلوا بس، علشان اللي حاب يتواصل مع الاكاديميه، العنوان استاد بني سويف الرياضي، ورقم التليفون 011-569-93021 اكاديميه الملك، المشرف العام عليها الكابتن محمد فاروق. خليل بس الاول اتقدم برضو بالشكر رئيس مجلس اداره الشركه المستشار احمد البراوي، احدى الشخصيات المحترمه اللي لا يقل عن اي حد رياضي موجود في مصر. بيحب برضه بلده، بيحب محافظته، بيحاول ان هو يعمل حاجه لبلده، فانا بحييه فعلا. برضه بحيي الجهاز، انا جايب جهاز متكامل عندي في الاكاديميه. جهاز مدربين على اعلى مستوى، يعني انا عندي مدير الاكاديميه. طب ما نقول الجهاز بيتكون من المدير المدير الفني كابتن عبود، ده كان لاعب، ده مدير فني ومدرب، مدير فني ومدرب، كان لاعب في نادي الزمالك والالومنيوم وعنده اسم كبير رياضي. جايب مدربين مثلا كابتن اسلام، كابتن طارق، كابتن محمد الفل، كابتن شهاب فاروق، كابتن شريف، كل دول في الأكاديمية، كل دول على مستوى عالي جدا. خلي بالك لسه في حد في الجهاز ولا حتى العلاج الطبيعي انا جايب دكتور موجود بالشنطة بتاعته بره كمان. عمرو مصطفى، حد على اعلى مستوى. حتى المنسق الاعلامي جايب برضو الأستاذة إسراء، دي موجودة برضو بتنزل كل يعني ما يخص الاعلام.
في وطبيب وطبيب ومدربين ومدربين واداريين على المستوى ومدير فني ومعاه المدربين كابتن رفعت مدرب حراس المرمى برضو مدرب حراس مرمى ده مدرب حراس مرمى خاص بحراس المرمى فقط دول كلهم موجودين في الاكاديميه. طب ده جهاز فني زي فرقه او منتخب طبعا لان انت ما كنتش تعمل عمل باهتمام وتديله حقه اما انت هتطلع لعبه ازاي؟ هل اجيب كده مثلا 100 واحد ولا 50 واحد واقفين واقف معاهم واحد وخلاص؟ لازم الفكر. لابد ان انت تنتقي وتبدا صح. عايز تشتغل صح ابدا صح. فمنظومه محترمه متكامله حتى كل الموجودين مدربين لهم اسمائهم لهم تاريخ. الاعمار عندك من سن كام لكام؟ من 4 سنوات لغايه 13 سنه لان احنا ما بنلعبش مسابقات. ما بتلعبش مسابقات؟ لا بتدرب فقط. احنا بنطلع وبنسقل مواهب وبنكتشف مواهب. طيب بتكتشف مواهب. طب ثواني بس عشان انا اربع سنوات بعرف العب كوره. 4 سنوات دي بنخليه ياخد الاحساس يعني عندي مدرب اسلام ده مثلا هو مختص بالسن ده عنده خبرات كبيره في السن ده مجرد ما بينزل معاه هو بيقدر طب السن ده مناسب ان انا ابني ينزل يلمس الكوره او يلعب كوره ولا لا مناسب ان هو ينزل مناسب. حتى عارف يعيش الجو يعني. طب يبدا ياخد خطط او يبدا يفهم او يمشي بالكوره او يبدا نقول عليه برعم كوره من سن كام؟ من 8 سنين يعني 4 سنين بيتدرب يعني من 6 او من 6 سنين كمان يبدا يتحرك بالكوره وتبدا تشوف طب الكوره. ما بتشوفش من اول نظره كده حتى يعني رمضان صبحي يعني بما اننا بنتكلم رمضان صبحي من اول نظره ليه هو عنده 10 سنين تقريبا او لا هو عنده 6 سنين لما كان في ارض اللواء المدرب بتاعه قال له انت هتكون في النادي الاهلي وهتكون في منتخب مصر وهتحترف. هل فعلا ممكن من اول نظره كده تلاقي حد فت او حد في الصفات دي؟ كتير والله يا كابتن. انا شفت ولد عنده 9 سنين من حوالي 3 اسابيع. الولد ده يعني انا بقول لك الكلام ده على مسيرته الشخصيه. الولد ده لو خد اهتمام هيبقى نجم من نجوم مصر. نقول اسمه؟ لا انا ما شفتوش في الاكاديميه. ده انا شفته كنت معزوم في حفل تكريم ليا وهو كان نازل بيلعب مع الاطفال الصغيرين. انا كلمت اخوه حتى قلت له ده هاته واحنا نوديه لك اكبر نادي يشوفه. الولد عنده 9 سنين تحس ان انت بتتفرج على ليبرو بيستلم من ورا بيطلع بالكوره عائل يعني حاجه الأبين. عشان كده لما عملت الاكاديميه دي بني سويف كان في سبب برضه. خلي بالك الصعيد عليه ظلم كبير جدا ممكن تلاقي مواهب مدفونه وبتنتهي. فانا كنت بحس بده حتى وانا لعيب كوره. فقلنا نعمل الاكاديميه استغل فيها علاقاتي. انت وصلتني لحته عشان انا سالت كابتن من فتره كان موجود معايا بقول له الكشاف او اللي كان موجود زمان في الكوره مش موجود لا ما خلاص انتهى. طب هل دور الاكاديميه دلوقتي بدأت تقوم بدور الكشاف؟ طب بتأديها؟ ايه؟ بتأديها؟ بيأدوها انا مش عايز اقول لك اللي انا يعني احنا في خلال سنه في بعض اللعيبه المستوى عالي جدا هيروحوا انديه موجودين. في تقدم كبير جدا في لعيبه كانت جايه عندها الموهبه بس محتاجه مين اللي يسقل هذه الموهبه. ما هي خلي بالك انت عندك شقين. الشق الاولاني ان تبقى عين تشوف ده في موهبه وتنمي والتاني بقى انك تقدر تسقل هذه الموهبه تنميها. مش تقف لغايه كده وخلاص لا تبدا تاخد بقى كل ما هو عنده من مواهب وتقدر تسقلها بحيث يطلع في الاخر نجم. ده اللي انت بتدوره يخدم بلده. سيبك اللي انت توديه اهلي زمالك مش عارف ايه في الاخر هيقعد على المنتخب المصري. صح صدقني احنا عندنا مواهب كبيره ومصر صح. عندها مواهب لو جبت تاريخ محمد صلاح جبت تاريخ رمضان صبحي لان دول ابرز شخصيتين موجودين على الساحه حاليا هتلاقي تاريخهم بدا كده يعني صلاح كل نجوم مصر كده يا كابتن. كل نجوم مصر طالعين بنفس بهذه الطريقه طالعين من 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 انديه صغيره من بلاد مش شرط القاهره من الاقاليم بس حظهم انهم اتشافوا وممكن يكون زيهم وما اتشافش وانتهوا. السؤال اللي بساله كل حلقه لكل ضيوف اللي بينوروني عندي ابني 4 سنين 5 سنين ابدا منين اعمل معاه ايه اوديه ازاي اوديه فين او ازاي ادخله ان كان مجال كوره او رياضه ابدا معاه ازاي؟ اولا مش شرط يكون اكاديميه خلي بالك برضو يعني عشان مش شرط يكون اكاديميه لا 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 يعني انت ممكن برضو توديه لو انت شايف ان في طفل صغير لو ما فيش اكاديميه ممكن انت تتولاه بنفسك. طب ازاي انا هتولى ابني بنفسي؟ هقول لك تتولاه ازاي. في النادي الرياضي في اي نادي عامه عشان برضو الناس ما تقولش احنا بنتكلم كاكاديميات اكاديميات اكاديميات لا في الانديه موجوده في بيعملوا زي مركز تدريب في السن ده اللي هو البراعم للنادي للنادي ان كان نادي او مركز شباب او اي حاجه بيعمل مراكز تدريب للاطفال الصغيره ده يعني انا خليني اقول كلمه انا صريح شويه في الحته دي
انا لو وديت ابني مركز الشباب عشان اخليه مراكز تدريب، مش شرط مركز شباب، انا بقول مركز تدريب داخل النادي. ايوه ما فاهم يعني، بس ما هو مركز التدريب ده خاص بالنادي يمكن او خاص مركز الشباب. صح ممكن ما يقول لك لا ما بيعرفش يلعب، لا انا عايز حد جاهز او عايز حد عنده الموهبه. مش كله والله يعني، خلي بالك برضو زي انت بتقول كده، في ناس بتبقى عندها العين الذكيه جدا تقدر تستوعب وتشوف، بتبقى موجوده برضو. بس انا بنصح اي اب ان هو لو شايف ابنه عنده موهبه لازم يروح ويحاول ان هو يوصل. يعني زمان كنت تلاقي ولي الامر ممكن يضرب الواد عشان ما يروحش يتمرن، يقول له الدراسه الاول. صح. لا دلوقتي الاب دلوقتي بعد موضوع صلاح بياخد الولد وبيروح بيه، هو عاوز اي مكان. فانت حاول. جيت لي في حته مهمه قوي، ولي الامر بيقول لك اللي عايزه ده صلاح. كل طبعا يعني، خلي بالك برضه محمد صلاح عمل حاله، عمل حاله الناس، خلي بالك رفع الكره المصريه رفع غير عادي. لا وغير من فكر اولياء الامور. انا بقول لك بقى لان انا شفت كل ولي امر يقول الامضي ممكن يطلع زي محمد صلاح. هو بيقول لك انا عايزه يبقى زي صلاح ولا طبعا. ولا هو بيقول لك عايزه يبقى لاعب كوره؟ لا في ناس تقول لك انا عايزه يبقى نجم زي محمد صلاح. زي محمد صلاح بمركزه بكل حاجة. حاجه ده في ناس بتعمل شعرها والقصة بتاعت محمد صلاح. طب ده باين. الاهم انت بتقول لي عندي مدرب حراس مرمى، حارس المرمى ده بيتم اختياره عن طريق المدربين ولا لازم يبقى من جواه هو حارس مرمى؟ لازم هو من جواه يكون حابب الحته دي، ما ينفعش واحد مثلا تيجي تقول له اقف جون هو ما بيحبش. مش هيكده. فالمركز الوحيد اللي هو اصلا بيبقى جاي اللي انت اصلا مش هتقدر تغيره، هو جاي عشان يتمرن حارس مرمى. لكن ما دون ذلك ممكن واحد يجي يقول لك انا بلعب فروت، لكن المدرب شايف عينه ان هو يلعب في نص يعني الملعب، ممكن اي مدافع. مركز اي مركز يتغير مع حارس المرمى، لازم يبقى من جوه حارس مرمى. يعني لازم حد. طب موجود يعني موجود ان انا طفل انا عايز ابقى حارس مرمى، مش عايز ابقى هداف زي بتيجي ولد يقول لك لا انا عايز اقف حارس، انا عايز العب اقف جون، عاوز حارس مرمى. هو حابب ده من هنا خلاص ده حارس مرمى. هو حابب. طب لو الموهبه عنده ضعيفه شويه او الامكانيات عنده ضعيفه شويه بتبدا تنميها ولا لازم تبقى برضه الامكانيات موجوده؟ لا لازم يكون الموهبه يعني عنده جزء من الموهبه، ولو ما عندوش موهبه بحاول ان انا اصقله بقى ايه، لان برضو خلي بالك الموهبه مش كتيره يعني. في لعيب موهوب دايما بتشوفه عامل زي بالظبط كده الذهب، وفي لعيب يجي منه مع التدريب والبتاع يجي منه. فانا بشوف لو الموهوب ده بيسهل عليه حاجات كتير جدا، شايف ان هو ممكن يجي منه مع التدريب بحاول ان انا اصقله بالتدريب بحيث ان انا اقدر اطلع بيه المستوى. طيب مفيش لاعب كده او كام لاعب موجودين في الاكاديميه كده هنشوفهم بعد سنين كده عشان اقول الاسم ده اول برنامج؟ لا مش عايز اقول اسماء عشان ما اغلطش، بس هتلاقي نجوم طالعه من اكاديميه الملك ان شاء الله. طب قول لي اسم ولا اسمين. خلال الفتره اسم ولا اسمين؟ لا في كتير يعني، في طب ماشي نقول. في لعيب اسمه يوسف عندي في الفرقه. يوسف ده لعيب كويس جدا. يوسف ايه طيب؟ يوسف سيد. يوسف سيد. وفي يوسف محمد فاروق. يوسف محمد فاروق. لا استنى بس. يوسف محمد فاروق انا اعرف انه بيلعب باك شمال. صح كده. وانا ممكن اقول لك مثل الاعلى مين بقى؟ مين مثل الاعلى؟ المثل الاعلى بس انا كده هبين. لا لا خلاص ما تقولش بقى. هو مارسيلو. لا لا. لا مارسيلو. في 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 ولاد كويسين جدا والله، بس انا ممكن الاسماء برضو عشان ما تتوهش مني، لكن في عناصر ممتازه موجوده يعني. طيب سؤال نكش كده شويه، يعني حضرتك حكم وفي لجنه الحكام وعامل اكاديميه الكوره، طب ما فيش اكاديميه للحكام؟ ان شاء الله هناخد قرار، احنا كنا واخدين قرار نعمل اكاديميه للحكام، لكن احنا هنعمل حاجه كمان احسن داخل الجامعه عندنا. يمكن الدكتور منصور خدنا قرار، كنا عاملين ندوه عندنا كابتن جمال غندور ولجنه الحكام، جم شرحوا التعديلات الجديده وخدنا الدكتور منصور خد قرار في مجلس الجامعه ان نعمل اول اكاديميه للحكام داخل الجامعات المصريه، هتعمل في جامعه الحكام اللي احنا هنعمل لهم برامج، وبعد كده هو يقدر بعد كده لما يجي يدخل الاختبارات يكون قدرنا نسقله بكل ما يخص التحكيم سواء فني او بدني، فيبدا يخش ال يبقى في اكاديميه حكام داخل جامعه بني سويف. طب سؤال، في برضه ما بيقابلكش مثلا عناصر يقول لك انا نفسي ابقى حكم؟ كتير، وانا دخلت ناس كتير حكام كمان والله. يجي يقول لي اقول له طب يا ابني اما تنزل بتاع روح قدم وجهز ورقك وكل حاجه وبينجح وبيدخل. طب انا ممكن اسالك سؤال برضه، طب الكابتن محمد فاروق بيقول لي انا كنت بلعب كوره وخماسي، في هنا بس حتتين صغيرين، بلعب كوره ولعبت خماسي ولعبت مع المنتخب العسكري والمنتخب مصر كوره. طيب ايه اللي وداك للتحكيم؟ لا انا كنت بحب التحكيم. بتحب التحكيم؟ وكان عندي طموح وانا 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 داخل التحكيم ان انا اكون حكم دولي. يعني انا كنت يعني درجه ثالثه. انت حابب التحكيم؟ انا كنت درجه ثالثه وكنت بحكم وكنت بقول للناس انا هبقى حكم دولي، فكانت الناس بتستغرب. طب اقول لك على حاجه انا يمكن لسه قايلها قبل كده، انا رحت اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك وانا حكم درجه ثالثه.
وقعدت في استاد القاهره وقلت لواحد صاحبي وقعد معايا قلت له خلي بالك انا هاجي احكم الاهلي والزمالك كده. فراح هو خدها حققت. فقال لي انت بتقول ايه؟ لما لفت الايام وحكمت الاهلي والزمالك في السوبر المصري نزلت استاد القاهره وقفت في نفس المكان وبصيت على المكان اللي كنت قاعد فيه في الاستاد وقلت يعني دايما لما بتتعب وبتجتهد ربنا بيديلك صح يكون عندك طموح واللي عندك طموح هتوصل له هتوصل يعني انا بقول لاي حكم اي لاعب اي حد في اي مجال يعني ما كنت تشتغل في اي مكان لازم يكون عندك طموح صح ما ينفعش تشتغل زي ما بنقول ايه وبص تحت رجليك طول ما انت عندك طموح وبتجتهد ربنا هيكرمك ويوفقك. طيب هرجع للتاني الاكاديميه سؤال مهم جدا اصعب مركز بتدور عليه وعايز يكون موجود دايما في الاكاديميه حراسه المرمى حراسه المرمى اه مش شمال مش يعني انا اسمع ان مصر دلوقتي في الحته الشمال نادرين شويه لا عندنا شمال كتير شمال كتير شمال لعيبه شمال اه لا شمال لعيبه عندنا باك شمال كتير اه لكن بتدور دايما حراس حارس المرمى حارس المرمى اه لان حارس المرمى كمان والموهوب في حراسه المرمى بتبقى حاجه جميله قوي انا شايف عصام الحضري شال والشناوي دلوقتي شايل اه اه فمحتاجين برضو محتاجين حراسه المرمى حتى على المستوى في الدوري الممتاز الدوري الممتاز اللي هو محتاج طبعا مرمى. اه بتدور على حراس مرمى يعني طيب. انت لما يكون عندك حراس مرمى كتير بتفرق كتير معاك انا من اجمل الحلقات ومن اجمل اللقاءات اللي عملتها يا كابتن محمد والله العظيم لا انا سعيد معاك بجد والله العظيم يعني بالرغم اللي انت عامل برامج كتير وخارج الرياضه لكن انا بقول مولد نجم كبير في المجال الرياضي الله يخليك بصراحه حبيب. حد محترم وحد كويس مش عايز اقول كده عشان الكلام يقول لك ان انا بجامل لا والله انت ابدا انت من انقى وارقى الشخصيات اللي اتعاملت معاها ربنا يخليك حد قريب جدا يعني ميرسي جدا على الدعوه وميرسي جدا ان انت نورتني عندي كلام كتير عايز اقوله مش عارف اقوله والله العظيم ان شاء الله نلتقي في حلقات جايه ان شاء الله اكيد اكيد واكيد تنورني عند وعدي انا جاهز من الان اللي اغطي النشاط الرياضي كله لجامعه بني سويف مني انا كمحمد رمضان ومن جو ميديا واختم بس انا عايز كلمه اخيره منك لو عايز توصل رساله لحد او عايز تقول لحد عاش او عايز تقول لحد شكرا اي رساله لاي حد عايز تقولها له لا هي في رساله طبعا مهمه جدا للشعب المصري النهارده انتوا شفتوا الجماهير شفتوا المنظر الرائع اتمنى ان الصورة تتكرر في الدوري المصري ان شاء الله بلاش بقى تعصب بلاش شماريغ بلاش حاجات كتير جدا انتوا شعب كبير وشعب عظيم وزي ما نجحتوا في الماتشات الدوليه تقدروا تنجحوا في الماتشات المحليه عايزين الجمهور يدخل بقى تاني وعايزين نعيش الايام بتاع زمان تاني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله عاش يا كابتن محمد عاش يا كابتن ويا رب كده مصر في فرحه جميله وسعاده يا رب يا رب خلصت حلقتنا وبكل روح رياضيه لسه ما خلص من اجمل الحلقات اللي عملتها هتتكرر تاني وتالت ورابع مع الكابتن محمد فاروق اللي نورني وشرفني وامتعني ومن اجمل اللقاءات اللي انا عملتها واشهد بيها دايما يعني شكرا كابتن طارق سعيد على المداخله الجميله جدا اللي نورتني بيها وسهرناك شويه وكانت من دبي ما اتكلمتش النهارده عن عاش بس هتكلم عن عاش سريعا عاش مكمله معانا مستمره معانا الحلقات اللي جايه الحلقات ثلاث اربع حلقات ورا بعض كوره عشان المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ما كانش ينفع اسيبه هنرجع تاني لعاش وشكر للكابتن للاعلامي محمد عاطفي اللي انا نسيت اشكره برضه في بدايه الحلقه شكر والله ده صديقي الاعلامي محمد عاطفي عاش اي حد بيمارس رياضه صور لي فيديو وابعته لي علشان ازعه لك في فقره عاش اي حد ما بيمارس رياضه ابدا معايا باي رياضه ان كانت جري او على مشي اي رياضه عايزك عاش معموله عشان مصر كلها تلعب رياضه ابعت لي فيديو ليك وانت بتلعب اي رياضه وهزعه لك في فقره عاش خلصت حلقتنا وان شاء الله باذن الله استنوني الجمعه الجايه الساعه 12 بالليل اخر حاجه بس شكرا الاعلامي الزميل محمد عاطفي اللي كان سبب في اللقاء اللي موجودنا النهارده وخلى الكابتن محمد فاروق ينورني شكرا زميلتي رشا سعدون اللي كانت سبب برضو خلت الكابتن محمد فاروق يكون منورني النهارده تحياتي ليكم عاش